لك عين. إذن هيدي هي حملتنا خلال هالشهر وبكره حلقة خاصة، أما هلأ رح نروح عند شيف شادي ورشيد ملح. أحبائي أهلا وسهلا فيكم من جديد، تاني فقرة اليوم مع الشيف شادي. بلش يحضر اليوم الصبح من البطاطا كروكيت المحشية جبنة الموتزاريلا. شو عملت أنا؟ جينا سلقنا هالبطاطا بتعقد بتجنن، من بعد ما سلقناها جينا أكيد هرسناها، بردناها، خلطناها مع كمان المقادير رح تشوفوها قدامكم، بس بتشيلوا بياض البيض وبتحطوه وين؟ مع البطاطا، الموتزاريلا مع البطاطا، البهارات مع البطاطا، والطحين كمان أو نص كمية طحين مع البطاطا. شو صار عندنا؟ صار عندنا عجينة. هالعجينة من بعد ما بنعملها مثل عجينة النيوكي، تطلعوا فيها كيف؟ من بعد ما نعملها بنحطها بالبراد لمدة ساعة، منشيلها من البراد بتكون باردة مزبوط، ومنبلش كمان نعملها بشكل كمان سيجار طويل، اوكي؟ طلعوا كيف؟ يعني بهالطريقة هيك حلوة، بعدين منشيل منحط بالبيض، طلعوا كيف؟ بطريقة كمان سريعة بيعقدوا بجننوا، من بعد ما نحطهم بالبيض منشيلهم كمان ومنحطهم بالكعك المطحون مثل ما شايفين كمان هون عندي اثنين، رح شيل كمان هودي كمان هيك بسرعة، نحط وحدة هون ونحط اثنين وهيدي ثلاثة وهيدي كمان أربعة، ويلا يا شيف شادي هون على الكعك المطحون، ومنشيلهم ساعتها من الكعك المطحون بنرجع بنرد نحن كمان على الطاولة تنعطيهم شكل جميل. طلعوا كيف؟ كيف يعني شكل الجميل يا شيف شادي؟ يلا منبلش. واحد، وطي شوي صغير تحت النار، نجي نحن لهون، طلعوا كيف؟ فيني أعملها بهالطريقة، أعطيهم شكل كتير حلو، طلعوا كيف بيطلعوا، لأنه مرات كتيرة البطاطا اوكي بتاخذ شكل مش محبب دائما، فينا نعملهم بهالطريقه، كما انه فينا نخليهم مثل ما هن، بيعطونا كمان شكل بيتوتي كانهم هاند ميد. طلعوا كمان شو حلوين الكروكيت المحشيين الموتزاريلا. يلا يا شادي كمان هون على القلي، طلعوا كيف، ورحنا على القلي والزيت، يلا يا شيف وحده وهون اثنين. برجع بعيد، بطاطا وموتزاريلا وبياض بيض مع الملح والفلفل والبهارات اللي بدكم اياها، واي نوع من الجبنه، ما ضروري الجبنه تكون جبنه موتزاريلا، ممكن تكون كمان الايمونتال، ممكن تكون اي نوع من الجبنه. طلعوا كيف وعم نقليهم، كترت كثير شيف شادي بقلب الزيت، بس معلش ما في مشكله. والشكل رح يكون عندنا هون، عم نشوفهم كمان قدامنا هلا كمان، اكيد اذا ضل عندنا وقت قبل ما يخلصوا الخمس دقايق رح يكونوا كمان استويوا عنا، ورح تشوفون عم يطلعوا كمان من الزيت. هيدي وصفة من الوصفات، كمان هلا عم نكتبها كمان قدامنا. برجع بعيد لك عن البطاطا، الطحين كمية الطحين بقى تكون نص الكمية، لأنه الكمية النص الثاني رح نحطها كمان على هالطاولة اللي عم نشتغل عليها، بس نحن نجي نعمل هالسيجار الطويل ونرجع نقطعه من الكروكيت. طيب مين قال إنه الكروكيت لازم يكونوا معمولين بهالشكل؟ ما حدا قال، بس نحن بنعرفهم بهالشكل، فينا كمان يكونوا اوكي مبرومين، فينا يكونوا كمان اطول بشوي صغيره، ما في مشكله باي موضوع، مهم يكونوا اوكي معمولين بهالطريقه البني وبعدين مقليين، وممكن كمان يكونوا مبرومين مثل الكعكه ومقليين، في كذا طريقه. طيب يا شيف شادي كمان اللي كنت عم بعمله انا قبل باول ثلاث دقائق، عملنا هالفريتاتا او هالاومليت او هالعجه اللي بدكم تقول اللي بدكم سموها وحده مع الفطر والجبنه الزرقاء، وحطينا بقلبها كمان الكريم، وحطينا بقلبها كمان انواع كثيره يا بي الريحه. اوكي هون صار عندي لكن وحده اللي حطينا فيها الفطر مع كمان الجبنه الزرقاء مع البيض والكريم، وهون كمان الثانيه اللي عملناها مع اللوز ومع السلق ومع الثوم، وحطينا بقلبها كمان من الزيتون. خلونا نجرب نشوف كمان اذا واو صاروا جاهزين عنا. طلعوا شو حلوين، احب افرجيكم اليوم حتى تشوفوا كمان نجاح الوصفه قد حلو. وهيدا يا شيف شادي هون، يا سلام، واحد بنشيلها ونحطها هون، خلوني اعمل هيك لنبلشوا كمان يستويوا، كمان طلعوا كمان هون اثنين. وبرجع بذكركم او ما راح اذكركم، راح نسال سؤال كثير حلو. مسيو جوزيف حوي، قديش كانت طيبة الكروكيت البطاطا والموتزاريلا؟ ليش أنا أكلت كروكيت بطاطا وموتزاريلا؟ الزهايمر أنت أوقات بتنسى، هلا بعدك عم تقليهم بعد ما قليت ولا وحدة قبل آخر أدار ولا أول نيسان؟
اخر ادار سوري. لكن المشاهدين احنا وياكم مكملين على الصباح مع دومينيك، ومعنا اليوم غرضين وفي اوفرز كمان رح تخبركم عنهم. تي في شوبينج صباح الخير. صباح دومينيك. صباح الخير. عن جد ما اكلت كروكات؟ انا ما بحب طلعه ولا مره صراحه. بدنا نعرف. دقتها شميت ريحتها. شميت ريحتها. اليوم عندنا نحن ثلاثة ايتمز. هيدي الباك تراب استوحيت منها من البرغش امبارح بالليل. في وحدة كثير زعجتني، رجعت فقت انه صار موسم البرغش. صحيح. لنرجع نحكي عنها. هي مكنة كثير فعالة لكمش البرغش، طلقتهم طلقتهم وبتجمعهم وين؟ بالكونتينر تحت. هلا بعدين بفرجيك اياهم. مثل ما عم نشوف هي مكنة بتشتغل على هيدا الضو يلي نحن شايفينه هون، ما بعرف إذا مبين، ضو الترا فيولي لونه على أزرق على موف. هيدا الضو جوزاف يلي بيجذبهم للبرغش كتير، ومش بس البرغش، الفراشة، الفرفورة، شو بسموه شرفة، كل اللي بغطوا على الضو. مظبوط. الدبان والزرائط اذا حطينا برا، كل شيء بيلقطن فيها مروحه جوا، هيدي المروحه بتلقطن وبتنزلن لتحت. هلا وقت القودة معتمه الضو بيطلع اقوى بكثير، مشان هيك بتجذبهم وبتلقطهم اكثر. اوكي. هلا فينا نحطها مثلا قاعدين على التيب التي في روم، قاعدين على التلي، بنحطها مضوي الضو مضوى ما بيأثر. يعني ممكن تغني عن الاقراص اللي بحطوها ضد تغني الحشرات؟ تغني 100% عن الاقراص، والافانتاج تبعها انه اول شيء ما فيها ريحه، يعني الاقراص بيطلعوا روايح، السبريز بنرشهم بيطلعوا روايح. وافي يعني ما بتنتزع ما بتنتزع ما بتنتزع على الكهرباء، بس بنشكها بالكهرباء، ما في ريحه، ما في صوت، ما في شوشوت. نحن في كثير مكانات بنحطهم على الالترا فيوليت ضوء بيشتغلوا كمان، بس بيعملوا صوت تفرقع اول شيء، وبعدين بتشم ريحه حريق بتكون عم تحرقها للهي، بصير بدل ما تنبسط انه لقطها بيوجعك قلبك. وفيوز يعني وفيوز بنفس الوقت. هي فيوز بذات الوقت مزبوط، مثل نويصه صغيره لضوء القود، او اذا عندك اولاد صغار او شيء فيك تخليها ضوء خفيف كثير. هلا كمان لانه فيها مروحه بتشتغل مثل كانها بتنقي الجو، يعني اذا في محل فيها دخنه زياده، ريحه سواجير، او محل خاصه هلا بتلاقي في كثير اوقات غباير، بتحس انه عم بتنقي الاوضه من الغباير ومن الروايح الزايده. هلا انا رح اطفيها هون، بدي فرجي المشاهدين وين بيروحوا الحشرات يلي نحن عم نلقطهم. انا مجمعتهم ما بكبهم فور وان ريزن، انه بدي فرجي المشاهدين مجزره. فرجيني. مجمعه منيح. مجمعه منيح وبتلقط كثير منيح عن جد. لفرجيكم انه هيدي بفتره قصيره انا وما لي قلب كبهم. شكلك كنت امبارح في جنينه. وين وين كنت ما دورتيها؟ ما حطيتها، عم بقول لك ما نمت بالليل من البرغش، اليوم فقت عليها بقى، مشان هيك حبيت جيبها. في هون هدول الفراشات اللي بغطوا على الضوء، وهيدا اكبر بروف انه الضوء بيجذبهم كثير، وكمان في كثير برغش. هلا نحن لازم كل فتره من وقت لاخر نفكها، نكبهم، نصوبنا ونرجع نركبها بهالطريقه. فكها وتركيبها كثير هين. وهي مثل ما قلت بتشتغل على الكهرباء. هلا اذا نحن بلشت القعده برا تصير مهضومه، مفيده لبرا، بتأدي للقعده كلها. اذا محل مسقوف مش ابلانير، يعني قد ايه بدها تلحق ابلانير قد ما يكون، بس اذا ببلكون مسقوف وقاعدين نحن دائما بنحطها على الطاوله برا، ما بتقعد تتضايق من زياده البرغش. ومثل ما كنت عم بقول قبل، ما بتعمل ولا ريحه انه تشوشط انه لقطتهم، ولا صوت بيضايق. نعم. الباك تراب لجوا مثل لبرا، ومثل ما قلت تشتغل كانو ويصا لاوضه اوض لليل، يعني للعتمه. حقها 43 دولار بس، ومنوصلها عند المشاهدين بدون اي كلفه اضافيه. اوكي. انا حبيت الفكره، حبيتها كثير. وبعدين في شغله بدي اقولها، انه خاصه وقتها في اولاد صغار، الاقراص والسبريز اللي بنحطهم كرمال الحشرات والبرغش بيضروا كثير للصحه.
بيعبوا روايح، يعني نحن بيقولوا لنا انه رشوا وسكروا الاوضه لتحفظ. بعدين كل فئه اقل بتصور، لانه ما عم تحطي لها شيء زياده، ما عم تحطي لها شيء، عم تشتريها مره وهيدي ضيانة كثير. وهي كانت وهي يعني. كانت اوكي. فاذا هيدا كان حكينا عن الباك تراب. اليوم بدنا نحكي عن البيور فروت يلي هو عباره عن كريمين مثل ما عم نشوفهم هون، واحد منهم مزيل للشعر والثاني كريم مغذي يعني بيساعدنا للتخلص من عده عوامل هلا بنحكي عنهم. اول شيء بدنا نقول انه اثنيناتهم معمولين من خلاصه الافوكا، والافوكا معروف انه شيء زيوت كثير مغذيه، اول شيء للبشره، للوجه بيعملوا كثير ماسكات منهم صحيح. للوجه في كثير كريمات بفوتوا لهم الافوكا لانه بينقوا البشره، بيعطوها نضاره وبيغذوها كثير. هلا اول شيء الازرق يلي القنينه الزرقاء اللي عم نشوفها هون هي الهير ريموفل، بتزيل الشعر، هي عباره عن سبراي نحن بنرشه على الاريا على المحل يلي نحن بدنا نقيم الشعر دغري من الظهر، بدنا نرشه وبواسطه السباتول نمرغه صوب على الايدين او محل ما بدهم نمرغه. قرب شادي خليك عم بدهم نزلت فت افوكا معه على لسانه دغري. والله انا طلع على لسان الشعر ما رح يستوعب. اوكي فاذا نمرغهم بواسطه السباتول وبدنا ننطر من 5 ل 10 دقائق. بعدين بنرجع شوي بنقيم قسم منهم لنشوف اذا بلش ينقيم الشعر، اذا بلش ينقيم الشعر بوقت يعني الوقت كافي، اذا مش كلهم بنخليهم نرجع بنمرغهم وبننطر شوي اكثر، يعني ماكسيموم 10 ل 12 دقيقة ماكسيموم. اوكي هلا وقت اللي بدنا نقيمهم او بواسطة تشو كلينكس وات ايفر بنمسحهم بنقيمهم، ام بواسطة منشفة صغيرة رطبة بنقيمهم وبعدين بنصوبن منيح المحل يلي نحن كنا استعملناه. اوكي من بعدها دغري ضروري، لانه هيدا لوحده ما بنكون عملنا شيء، اذا استعملنا هيدا لوحده بنكون كانه عملناهم بالشفرة، لانه هيدا هلا عم بيقيم الشعرة من راسها بس. اوكي بدنا نستعمل الكريم يلي من وراه دغري ضروري لعده اسباب. اول شيء نحن بما انه قمنا الشعره من فوق البصله جوا بعضها، هيدا بيتغلغل بقلب الفورز وبيقتل البصله يلي شفت لي ضروري كثير نستعملها، لانه والا ما بنكون عملنا شيء، دغري بعد يومين ثلاثه بترجع بتطلع الشعره. هيدي وقت اللي بتفوت بقلب البورز بدها تقتل وتضعف البصله يلي من تحت، ونفس الوقت بتغذي هي اول شغله انه بتقتل البصله. ثاني شغله بتغذي كثير، مشان هيك بتبلش تحس انه الجلد فيها نضاره لانه مغذي كثير، وبعدين اذا في محل فيه انتاش او سيكاتريسات او شيء لانه كثير مغذي وبيعطي نضاره ببلش يبيض حتى عم تحكي على الوجه اذا في شعره، في منهم بيستعملوا للوجه كمان لان في منهم بيستعملوا عده اشياء مزيله للشعر على الوجه. اوكي هيدا فينا نستعمله محل ما نحن معودين عاده نقيم الشعر. هلا في منهم بيشيلوا كريمات الشعر مثل بالمستشفيات بيستعملون ولا العمليات على الوجه، ولكن ما فيهم الفيتامينز هيدا اللي هو موجود ليضاعف اول شيء ليضاعف البصله، ثاني شيء ليغذي البشره حتى ما تقسى الشعره لانه exactly. وقت نشيلها بتقسى مزبوط. ثالث شغله بتعملها هو انه نحن من بعد ما حيلا وسيله بنقيم الشعر منه، وقت تبلش تنبت الشعره ببلش يطلع لنا مثل برغل على الجلد. صحيح هيدي لانه بيكونوا المسامات، في عالم عندها مسامات اعرض اكبر من غيرها، مشان هيك بيصير في هيدا البرغل. هيدا بيضيق المسامات، يعني البورز بدل ما يصيروا كثير كبار ببلشوا يزموا ما بيقعد في هل تبرغل اول ما تبلش تطلع الشعره، دونك بتضل جلدتنا مالسه لحد ما يرجع يطلع الشعر، مشان هيك كثير ضروري نرجع نستعمل له الافتر كريم تبعه كرمال يعمل مثل تريتمنت للسيرفس يلي نحن قمنا منه الشعر. وفي كثير اشياء اصلا بتستعمل مضره للجلد، مثلا الواكس بينتشر الجلد نتش كرمال تقبع الشعره، السكر في كثير اوقات بيصير في عنا مثل ازرقاء على الجلد لانه كمان اتس فايولنت، يعني مضبوط بيقيموا الشعر من كعبه بس قاسي شوي على الجلد. نحن بهالطريقه بنكون عم نقيم
عم نزيل الشعر بطريقة كتير فريندلي بلا ما نوجع حالنا، سريعة كتير بلا ما تاخد وقت، بلا ما نتكلف كتير نروح على محلات معينة ليقوموا لنا اياهم، وبذات الوقت بنكون نحن عم نعمل متر تريتمنت لجلدتنا لتضلها طرية ونظيفة وهيك. يعني وقفات هي هيدا اللي بيشيل الشعر، ولكن الأساس هو الهيدا مظبوط اللي هو مغذي وبيقتل البصلة، وهو يعني الأساس هذا مظبوط. يعني لو يعني نحن إذا استعملنا هيدا لوحده مثل كأنه عملنا شفرة، نعم ما يعني مش رح أقول إنه بيكون أوكي، بيكون عم بيقملنا إياها بلا وجع وبلا سكين وايتنينج، يعني هو بيفتح البشرة، هو بيفتح البشرة مشان هيك أنا قلت وقت عنا علامات بدنا نشيلها أكيد مش شيء غميق. ما فتحته بعده، في له ريحة ريحة عطر يعني حتى نحط لنا شوي دوق اوكي هت لانه هيدا كريم شم ريحته كثير طيبة، ريحة صابون كريم اوكي. فاذا هيدا هو كان البيور فروت، البيور فروت حقه 80 دولار، ومثل ما قلت انه بدنا نعتبر هيدا مثل تريتمنت لجلدتنا لنغذيها ولا نخليها تضل فيها نضارة، وما بيتأمل له وقتها بقرب لهون دغري ببرم. يعني إذا فهول الاثنين ب 80 بس هو الفعال هو هيدا وكأنه هيدا جاي معه 80 دولار يعني بهالعلبة معهم أوفر اليوم. الأوفر معهم هو مبرد الضفير يلي معمول من كريستال، بيجي فيه لونين الأورانج والفوشيا. هو ليه معمول من كريستال؟ لأنه يجولي المبارد اللي بنستعملها كتير قوية، وقت اللي بنبرد صحيح بيبردنا بسرعة كتير بس بيفسخ لنا الضفير بعد فترة، عم بيضاعف الضفر. صاروا بيعملوهم من كريستال كرمال يحافظوا على سلامة الضفر، وبعدين هذا بيتصوبن بمي وصابون، مي فاترة وصابون، وفيه هون لمبة ضو صغير ما بعرف اذا مبين هون تبردوا على العتمه اذا انقطعت الكهرباء ما بتتعطر. هذا كثير للبنان منيح. اكزاكتلي. الليم اونج يلي بحب يشتري لوحده حقه 27 دولار، واليوم طلع اوفر مع البيور فروت، يعني بصير هذا كانه 50 دولار. مضبوط مضبوط. هيدي كانت حلقتنا لليوم جوزيف. مثل ما شفتوا اليوم غراد دومينيك حلوين وللموسم هلا. مضبوط. ميرسي لك جوزيف. لكل المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود لنتابع بوقتها مع كاتيا خليل معنا. We'll be right back.